جزاكم الله خيرا. صيد البر في الأشهر الحرم ما حكمه؟ لا بأس بذلك. الحمد لله. وإنما يحرم صيد البر في حق المحرم. طيب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وكذلك يحرم قتل صيد الحرم من المحرم وغيره. قتل صيد الحرم هو ما كان داخل الأميال مما يلي مكة والمدينة مما يلي مكة، فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينفر صيده وأن يقتل خلاه، يعني حرم مكة المكرمة. وصيد الحرم في مكة المكرمة حرام على المحرم وعلى غير المحرم، وأما صيد خارج الحرم فهو حرام على المحرم خاصة وحلال لغيره في أشهر الحرم وفي غيرها. نعم.